انا حبيت اصور لكم بسرعة منظر المنطقة اللي كذا مرة اصور فيها قبل كده، التاون سنتر. دلوقتي الساعة 8 بالليل. لو تفتكروا الميعاد ده لما كنت بصور فيه بيبقى يعني مليان بالناس، محلات كلها قافلة، وحتى بتقول انها قافلين بسبب COVID-19، قافلين مؤقتا. وللأسف هنا المنطقة دي، انا اتكلمت في الموضوع ده برضه قبل كده، ان الإيجار بتاع المحلات غالي جدا. يعني كل محل أقل إيجار، يعني ده مثلا ده محل فساتين وملابس للسيدات برضو قافل، ده على الأقل حوالي 20,000 في الشهر إيجار، إيجار فقط. الناصية ده بتاع حوالي 40,000. طبعا كل ما يكبر المحل كل ما سعره، بعدين منطقة المكان يعني لما بيبقى قريب من مثلا، هنا في جزء بتاع لعب الأطفال طبعا ده بيبقى ليه تمن آخر. طبعا هنا كان في الميعاد ده أطفال كتير كانوا بيبقوا بيلعبوا، وده للأسف كورونا والخراب اللي عم سببته للبلد والناس. من بين ناس بتموت وبيوت ناس بتتخرب، وربنا يستر على الجميع يا رب.